روح يا ولدي الله يجعل طوب الأرض يحبك. إيش قصة الدعوة هذه شيخنا؟ هذه العبارة ما زلت أذكرها، وهي عبارة غالية وعزيزة علي. قالت لي هذه العبارة يعني أغلى شيء في هذه الحياة، وهي والدتي غفر الله لها وجعل مأواها الجنة. فلقد حركت مشاعري يا شيخ عبد الله، جزاك الله خير. يعني حينما قلت لها يا أمي أريد أن أذهب إلى معهد القراءات، تعلم القراءات وتعلم العلوم، علوم القرآن، فقالت لي يا ولدي أنت حفظت القرآن الآن، فماذا تريد؟ فقلت لها أريد أن أكمل تعليمي، فقلت لها استأذنتها، ثم قلت لها أنت يعني تحزني علي وتدعو علي. قالت لا أدعو عليك بل أدعو لك، اللهم اذهب روح يا ولدي، اللهم اجعل طوب الأرض يحبك. طوب الأرض اللي هو الحجارة يعني، نقول عليها طوب الأرض. فقالت لي هذه العبارة والله ما أنساها، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بها في الدنيا والآخرة.